أخواننا الطلبة والطالبات، مع بداية سنة دراسية جديدة نتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. وعبر نشرة التواصل الاجتماعي نتواصل معكم بكل ما هو مفيد وجديد، وتحديدا عن جامعة الكويت فقد نشرت عبر حساباتها الرسمية بتويتر فيديو توضيحي لنظام معتمد يقوم على الكود أو ترقيم القاعات في كليات الحرم الجامعي بالإجدادية لتسهيل وصول الطلبة للقاعات الدراسية. اعتمدت الإدارة الجامعية نظام ترقيم القاعات والذي يتكون من 5 خانات لتسهيل وصول الطلبة للقاعات الدراسية. الخانة الأولى المكونة من رموز تدل على مبنى الكلية: كلية الهندسة والبترول ENP، كلية العلوم SCI، كلية العلوم الحياتية LIF، كلية العلوم الإدارية BUA، كلية التربية EDU، كلية الآداب ART. الخانة الثانية تدل على موقع الحرم الجامعي: الحرم الشمالي N، الحرم الجنوبي S. الخانة الثالثة تحدد الطابق المعني والذي ينقسم في بعض الكليات إلى نطاقات والتي يمكن معرفتها في الخانة الرابعة. أما الخانة الأخيرة تدل على رقم القاعة. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام.